قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر الموالية للبرلمان المعترف به تمكنت من السيطرة على معظم أجزاء بنغازي ثاني أكبر المدن الغنية بالنفط في شمال أفريقيا. حفتر الذي أصدر تعليماته لخوض المعركة ضد مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في المناطق التي يسيطرون عليها أكد على ضرورة حسم المعركة ودحرهم، وذلك خلال اجتماع عقده مع قادة محاور القتال داخل فندق الفضيل في بنغازي. الجيش تمكن من السيطرة على الأحياء الشرقية والجنوبية للمدينة، وما تزال المواجهات مستمرة في غربها.